مش الموضوع موضوع خصم المعاشات، لانه بالنتيجه مش هذيك القصه الكبيره. الموضوع موضوع مبدا، المبدا هنا عم يضرب المبدا القانوني، المبدا الدستوري اللي عم يضربه. فيهم يعملوا حل لهالشغلة بقصة الأملاك كل البحرية والأملاك المستأجرة، ما بين المستأجرة بيطلعوا جزء منها، هنش برهب منهم، ما فينا نضلنا ساكتين على غلطه. فيهم يعملوا إصلاحات جذرية، وفيهم يعملوا كل الأمور اللي لصالح الجيش مش عم يعملوها، عم يعملوا بعكسها هني.